نحن اليوم في صدد هذا الكرنفال اللي طرقنا له، أهم ما في هذا الموضوع كيف نقدر ونسعى أن نحول هذا الكرنفال من عادة إلى عبادة، من عادة إلى سلوك إنساني، سلوك حقيقي، سلوك امتداد لسلوك المثقف الأول. الحسين سلام الله عليه هو الشخصية الكاملة، هو النموذج الكامل المتكامل للثقافة، للرحمة، للإنسانية، لكل شيء على امتداد التاريخ. فإحنا اليوم في هذه المناسبة هذا الجيل اللي يلبي نداء غريب عجيب، كأنه يتفوق على نداء حتى الحج، كأنه اليوم الحسين يؤدي وأذن بالناس، يأتوك رجالة من كل فج عميق. اليوم تأتي العراق شيعته تمتد تجتمع بدون نداء، نداء روحي، نداء يمتلك الصلاحية الزمكانية المطلقة على امتداد الزمان. من يوم 10 محرم 61 أول موكب كان الإمام زين العابدين، ويشاء الله وتشاء السماء وتشاء الدنيا أن ترضخ لهذه الرغبة ويستمر هذا الموكب. من ذلك اليوم مدينتنا النعمانية إحدى المدن العريقة ذات التركيبة الاجتماعية النقية جدا، مواكبها قديمة جدا تمتد إلى بدايات القرن العشرين، لكن أول موكب رسمي انطلق 1939 في مدينة النعمانية. كان موكب أهالي النعمانية أسسه الحاج عزيز الحبمشي، وكان موكب مسبوق بموكب بسيط لكن كموكب رسمي بصفة الموكب هذا الموكب. بعد ذلك تعددت المواكب وكأنه الناس استجابة فطرية لنداء أنا أسميه هو هذا، واليد الخفية التي ترعى هاي القضية هي اليد الإلهية المباركة. يمكن أستاذ رباح عذرا للمداخلة، مدينة النعمانية ما زالت متمسكة بالعادات القديمة والتقاليد اللي افتقدتها أغلب المحافظات العراقية، يعني اليوم هذه المواكب هي إذا ترجع تاريخها إلى قبل 50 سنة فتلقى نفس العادات، إلا ما ندرت غيرت عليه بعض التفاصيل اللي وضحت عليه مثل الأكسسوارات والأمور الأخرى اللي تنضاف إلى التشابيه وإلى المواكب. أحسنت، يقينا يقينا أستاذ، الحياة تتطور، الحياة تتجدد، مفاهيمها تتجدد، فطبيعي انه الموكب شاء ان يكون كائن حي متطور متجدد يراعي تطور الزمن عطفا وربطا مع المضامين الحسينيه التي نحن اليوم في القرن 21، واحنا سبق انه قلنا امتداد اقدم موكب يعقول لا اكثر من 100 عام. زين 100 عام واليوم المواكب تحافظ على المعنى الحقيقي. تذكر شلون كانت المواكب قبل؟ طبعا كانت كانت مواكب بسيطه، مواكب راجله، مواكب تعتمد على الإنارة اليدوية ما توفر في ذلك الوقت من المشاعل، كان يتصدرها تماما كما هو الحال اليوم كبار القوم يتصدرها الشباب. الموضوع سبحان الله شاء الله أن يتجدد مع الحفاظ على الرصانة وعلى الأصالة وعلى هذه العادات اللي موروثة وأصبحت وتورث إن شاء الله.